السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكون كل شي بخير. كيف ما راكم تشوفوا، بما اننا في فصل الربيع وبدات السخانة، راكم عارفين غير كتبدا السخانة كنبغيو نقضيو هكا بشي حاجة باردة. فانا اليوم غادي نوجد معكم الايس كريم على الطريقة ديال السوق، كيجي زوين بزاف بالنكهة ديال الحامض وبالنكهة ديال الفريز. نتمنى تشوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. بسم الله، غادي نعملو بجوج ديال النكهات بالفريز وبنكهه ديال الحامض. اللي غادي نحتاجو فيه كاس ديال العنبه ديال المركز ديال الحامض اللي كنجيبوه من السوق، مع جوج ديال الكوس ديال الماء بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، وشاصيه ديال لاكاراكار الا ما كانتش متوفره عندكم. عملوا هذا الكواخ هذا اللي كتكون بكثره في المغرب، داكشي علاش عملتها انا واخا عندي لاكاراكار. وغادي نعملو ديال الفريز بنفس الطريقه، كاس ديال العنبه ديال المركز ديال الفريز مع جوج ديال الكوس ديال الماء وشاصيه ديال لاكاراكار او الكواخ هذا. بالنسبه لهاد ديال الفريز وديال الحامض غادي يكون بنفس الطريقه، يعني كيف ما كنعملوا ديال الفريز غادي نعملوا ديال الحامض. غادي نجيبوا طنجره وخلاط يدوي، غادي نحطوا عليها كاس ديال المركز اللي ممكن نعملوه في البيت. راه غادي نخلي لكم الرابط ديالو اللي عملته معكم في العام اللي داز اسفل الفيديو، باش هكا ما يصعبش عليكم الا ما قديتوش تشريو هذا. وضعت عليه جوج ديال الكؤوس ديال الماء بالعبار دائما بنفس العبار ديال الكاس، وغادي نحط عليه واحد الشاصيه من الكواخ هذا ولا لاكاراكار اللي كان متوفر عندكم. غادي نخلط مزيان باش ما تبقى ليا حتى شي كتله، داكشي علاش كنخلط بارد في بارد. وغادي نوضعو على النار وغادي نخليه حتى غادي يغلى. من جهه اخرى غادي نوجد جوج ديال البواطات اللي يكونوا قابلين للسخانه، اللي نكونوا كنسخنوا فيهم في الميكرووند هكذا، يكون عندهم الغطاء فاش غادي نعملهم فيهم في الاخر. راكم تشوفوا الخليط ديالنا ديال المركز ديال الحامض بدا كيغلى، ضروري ما يغلى، لان الا ما غلاتش لاكاراكار ولا الكوخ هذا راه ما غاديش تعطي المفعول ديالها، خاص ضروري ما تغلى. صايم بعد ما غلات غادي نجيبها وهي سخونه وغادي نعملها هكا في البواطه، ما غاديش نخاف تذوب ليا البواطه ولا، لانها خاصه ديال الاكل وديال السخانه. ممكن لكم تعملوها في ديال الزجاج الا كانت متوفره عندكم. غادي نخليها على جنب حتى غادي يبرد شويه، ما غاديش نغطي عليه، غادي نحط عليه هكا الغطاء ديالو. وغادي ندوز للطريقه الثانيه بنفس الطريقه. كنهز الكاس ديال المركز ديال الفريز بلا ما غادي نغسل الطنجره ديالي، وغادي نحط عليها جوج ديال الكؤوس ديال الماء بلا ما نغسل الطنجره، لانني عملت ديال الحامض قبل ماشي ديال الفريز، باش هكذا ما يطلقش ليا في ديال الحامض. غادي نحط عليه واحد لاكاراكار ولا الكواخ هذا عفوا، غادي نخلطها مزيان حتى ما غادي تبقى ليا حتى شي كتله حتى هي، ونحطها على النار حتى تغلى. من بعد ما غلى السيرو ديالنا كيف ما راكم تلاحظوا، غادي نعملو كيف ما عملنا الاول بنفس الطريقه. غادي نخليه حتى يولي في درجه حراره المطبخ، وغادي ندخلو المجمد ليله كامله، وممكن نعملوه من الصباح للعشيه. في الاول ما غاديش نغطي عليهم، غادي نحطهم غير بحال هكا الغطاء ديالهم حتى غادي يبردو مزيان، وغادي نعملهم في المجمد. وفاش غادي يجمدوا لينا غادي نكملوا الوصفه ديالنا كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد ما دازت عليهم ليله كامله غادي نوريكم القوام ديالهم كيفاش كيكونوا، ما كيكونش صلب بزاف كيف ديال الفريز كيف ديال الحامض. غادي نجيب واحد الملعقه، راه مباشره بديت كنعمل هذه العمليه، ما كيكونش صلب بزاف ولا كيعذب. غادي نبدي نفرتو هكا بهذه الملعقه هذه، وغادي نجيب طحانه اللي كنطحنوا فيها اللوز ونطحنوا بها اللحم واي حاجه، المهم اللي كتكون عندنا هكا في المطبخ ديالنا. غادي نحطها هكا كميه بالكميه كامله، وغادي نبدي نطحنها. الاول غادي نطحنوا شويه بحال هكا، وغادي نجيب واحد الملعقه ونخلطوها بحال هكذا، باش هكا نرجعوا الفوق للتحت دائما، باش نحصلوا على لاكلاص ديالنا زوين بزاف وملس، يعني ماشي جهه كتذوب وجهه كتبقى صلبه. غادي نعاود نخلط مره اخرى، وغادي نوريكم عاوتاني باش غادي نشوفوا واش صايي نكتفيو بهذا التخلاط هذا ولا نزيدو مازال. انا هنا يبان ليا مازال خاصني نزيد واحد جوج ضربات ديال الخلاط ولا ثلاثه، باش هكا غادي نحصلوا على الوجه ديالو ملس بزاف وزوين، ما نبقاوش نحسوا بداك الكلاصون هكاك بحال الزاج، كيكون بحال هكا ملس مزيان.
غادي نخويه في البواطه اللي كان فيها. من بعد ما غادي نحيد هاد الموس هذا ولا هاد السكين، غادي نخويوه بهذا الشكل هذا، ومباشره غادي نقفل عليه وغادي نحطه في المجمد. ضروري من قبل ما نقدموه نحطه في المجمد حتى يقساح. الجهد اللي غادي يقساح شويه غادي نقدموه ان شاء الله. ونوليو للطريقه الثانيه اللي هو الحامض، غادي نعملو له نفس الطريقه. بالنسبه للحامض حتى هو غادي نفردوه شويه بحال هكا، وغادي نوضعوه في الطحانه. الطحانه انا غسلتها لانك تبديت ديال الفريز، ضروري ما نغسلوها باش هكا ما يطلقش لينا اللون في هذا اللون الابيض. غادي نحطو في الطحانه ضربه واحده بحال هكا، من الاحسن تكون الطحانه كبيره بحال هكا. وغادي نطحنو في الاول كيف ما عملنا في الاول، نطحنو شويه. غادي نشوف واش غادي نزيد له شويه ولا مازال. طبيعه الحال في المره الاولى كنخلطوه بحال هكا ونرجعوه مره اخرى يتطحن شويه. هذا ديال الحامض كيكون حساس شويه على ديال الفريز، كيطلق راسو دغيا ماشي بحال داك ديال الفريز، ولكن في الاخير فاش غادي نجمدوه راه غادي تكون النتيجه وحده. غادي نعاود نطحنو بحال هكا. غادي نجيب البواطه وغادي نحيد عليها هاد السكين هذا، من بعد ما غادي نحيد به هاد لاكلاص هذا، وغادي نخويه بنفس الطريقه اللي عملنا بها لاكلاص ديالنا ولا الايس كريم ديالنا نتاع الفريز. غادي نسد عليه وغادي ندخلو حتى هو المجمد حتى غادي يقبض راسو مزيان، وغادي نرجعو باش غادي نشوفو الشكل النهائي ديالو. الايس كريم ديالنا من بعد ما وجد، انا هنا وضعت حتى فاش غادي نقدم في المجمد باش هكذا ما يذوبش ليا قبل ما غادي نقدمه. غادي نجيب ديك الملعقه الخاصه ديال لي غلاصون، عملتها هكا في الماء عادي ماشي سخون، غير ديال الروبيني باش هكا ما يلصقش فيه لي غلاصون وتحيد بسرعه. غادي نجيب لا غلاص ديال الفريز ولا ايس كريم ديال الفريز، وغادي نجيب الملعقه من بعد ما عملتها في الماء. غادي نبدي نعمل الكره بحال هكا. انا هنا كتشوفوه بلي مازال خاصو شويه يجمد، لاني بغيت نصور دغيا باش هكا نحط واحد الفيديو، لانني ما حطيتش لا البارح ما بغيتش باش حتى اليوم ما نحطش، لكن غادي نرجعو في المجمد باش يجمد. وهذاك الصوره اللي غادي نديرها يعني على القناه ديالي راه غادي تكون من بعد ما غادي يجمد مزيان. كنقدموه بحال هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف بحالو بحال اللي كنشريو بالشارع تماما، يعني ما فيش تعقيدات كبيره، غير هو في الوقت اللي سخنا السيرو ديالنا الا بغينا نعملو فيه واحد الملعقه كبيره ديال الحليب بودره راه ممكننا، لان كيعملوها هذوك اللي كيعملوا الايس كريم في الشوارع. انا ما بغيتش نعملها باش هكا ما تكونش تعقيدات كبيره، كيجي رطب مزيان وكيجي لذيذ بزاف، غير هو خليوه يجمد شويه ما ديروش بحالي. وبالنسبه للشكل الثاني اللي كنشريوه من الاسواق كيكون بحال هكا. انا عملت جوج ديال لي بوش، جوج طابل عملت فيهم كل وحده لون، وعملتهم هكا داخل داك السيليكون مع داك القمع اللي كيعطلو هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف، غير جربوه ضمانه. ممكن لكم تعملوه حتى باي نكهه بغيتو. وبالنسبه كيف ما قلت لكم اللي ما قادرش يشري هذا السيرو اللي كنجيبوه من السوق ولا ما متوفرش عنده، فانا غادي نخلي لكم الرابط ديال المركز ديال الحامض اللي عملته معكم في العام اللي داز، وممكن لكم غير هذاك تنكهوه بنكهه، يعني تعملوا كاس ديال المركز ديال الحامض وتنكهوه بنكهه اللي بغيتو. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي وتكونوا شفتوها معايا من الاول حتى الاخير، ما تخليوهاش واقفه عندكم، بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. راه واخا خليتو يجمد اكثر من هكا كيف ما قلت لكم غادي يخرج لكم لابوش، ما تخافوش. والسلام عليكم ورحمه الله.